مياه بئر سبيل محلاه ومعقمه سبيل الرحمه. ما شاء الله تبارك الله بالمجان. فوائد البئر كبيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم كل خير. طبعا اليوم تغطيتنا لاحد الابار بالمدينه المنوره، ومنها سبيل مختلف تماما. العاده دائما اصور لكم الابار في المدينه وزي كذا، لكن اليوم مختلف تماما. سبيل مياه، وما شاء الله تبارك الله في ازدحام وحركه. ان شاء الله راح تشوف التغطيه راح تعجبكم بصراحه. ولكن معانا في التغطيه ابو يوسف، يعطيك الف عافيه ابو يوسف. اهلا وسهلا ابو جود، حياك. اهلا وسهلا. اليوم نبغى تغطيه عن ان شاء الله باذن الله عن بئر الرحمه، سبيل الرحمه، سبيل مياه بئر ما شاء الله. هنا مياه الابار ما شاء الله تبارك الله، والسبيل وبتقنيه ابو عالي. وهنا خلفك جبل احد، جبل يحبنا نحبه. الله اكبر، ايش النعمه اللي احنا فيها في المدينه المنوره. اي والله نعمه من الله. يلا الحين نصور لهم ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم كل خير. اليوم من احد سبل سبيل من ماء البئر معانا، راح ياخذنا الجوله ابو يوسف. حبيبي ابو يوسف. حبيبي هلا هلا بوجود. الله يسلمك ويكرمك. الله يكرمك. كل سنه وانت طيب. كل عام وانت بخير. فين اخذنا اليوم تقول لي؟ اليوم ما شاء الله تبارك الله في مخطط حي النسيم. مخطط النسيم؟ اي، بعد سوق النور تاخذ يمين وتمشي طوالي. يا سلام. سبيل الرحمه مياه بئر. سبيل الرحمه. على يدك اليسار ما شاء الله تبارك الله. السبيل هذا يعني ماء البئر مكتوب. أيه سبيل. ماء البئر هذا مكتوب مياه بئر سبيل محلاه ومعقم. ومعقمه كمان، يعني مو مشي حالك. طيب انا شايف هنا ما شاء الله وش هنا صيانه دوريه ما شاء الله. السبيل يسوي صيانه دوريه. صيانه دوريه، حطوا المكان. انت شايف نظافه. كتب الله اجرم. اي والله نظافه. شايف هنا، شايف ليات المويه، هذه 12 لي مويه. هذا باللي تقريبا لا يقل عن 100 ريال ما شاء الله. اي والله ما شاء الله، يعني العالم بتتعب فيه والله، بتبغى الاجر. يا سلام يا سلام. أوه، إضاءات بالليل. إضاءات بالليل وكاميرات مراقبة. في كاميرات مراقبة؟ كاميرات مراقبة. أيوة. و 24 ساعة شغال. تعال شوف هنا. أيوة. تخيلوا السبيل وفي جد إضاءات. طبعا أنا كشغلتي ما شاء الله 12 سنة ولا 13 سنة في الإضاءة، شايفين؟ والله ما شاء الله إضاءات ليل. هنا كاميرات مراقبة. محطة التحلية. شوف مواطير وضغط. ما شاء الله. الحماية مسوي لها. ابدا شيء شيء مرحب ما شاء الله تبارك الله. شايفين هناك الكاميرات ما شاء الله. لا لا شيء مرحب والعناية ما شاء الله تبارك الله. هناك 24 ساعة وشوف المعشر. ايوه شوف شوف مواقف. ما شاء الله تبارك الله. كتب الله اجرهم، شوف اللي يبغى الاجر كيف، والله ما نعرفه ولا شيء. سعد بن عباده رضي الله عنه لما توفت امه سال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله امي توفت هل اتصدق عنها؟ قال نعم. قال واي الصدقه افضل؟ قال سقي الماء. هذا دليل ان سقي الماء هي من افضل الصدقات عند رب العالمين. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا. تبغى مويه بارده؟ موجوده مويه بارده. هذه يعني هذه كلها شوف يعني لو يجي 200 شخص حيمشي. شوف. حيمشي بسرعه. حيمشي بسرعه. شوف يا سلام ما شاء الله تبارك الله. شوف هذه حقة الازيار، هذه كانت موجودة الازيار هنا. الازيار شالوها بيغيروها بيجددوها. يجددوها؟ بيجددوها، ازيار هنا كانت موجودة. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. طيب هنا ايش فيه؟ هذه اللي هذه المويه، هذه المويه الباردة، هذه المويه الباردة اللي يجوا العيال الصغار يشربوا منها. انا لو اني ماني صايم ترى والله. لا صادق ما شاء الله. عم ناشي السراني الله يغفر له ويرحمه، واحد من اشهر حفارين الابار الارتوازيه. تمام. كان يقول له كلمه جميله، كان يقول اشرب من البئر وشوف الصحه كيف تصير. يا سلام يا الله سلام. يغفر له ويرحمه. إيه والله رحمه الله عليهم صراحه نهنيهم على هذا العمل. طيب سمعت عن فوائد مياه الابار طبعا ابو يوسف، انها مياه حيه. المياه الابار هي ما شاء الله تبارك الله. انت كيف تعرف
فرق مياه الابار وبين المياه الثانيه. ايوه. الطعم اصلا اول ما تشربها تحس بطعم حتى مختلفه مختلفه، حتى الصحه تتغير تقريبا. سبحان الله. والله يعني مياه الابار فيها طعم عجيب حلو. فيها الاستعداد. انا لي خمس سنين على هذا البحر اني اعبي من عنده وما اشرب الا مويه الجبيل. ما شاء الله. تعليم إدارة الخدمات المختبرية ومن الأمانة ومن كل مكان. شوف مر كل شيء قدامك، كل شيء قدامك وما تنبيهات بيشوف بجميع اللغات. شوف عادي رمي المخلفات صحيح. إيه يترك المكان زي ما كان ولا أفضل من مكان، ما قصر الله يجزاهم خير. باللغة الأردو والإنجليزي وكله، وحاطين رقم اتصال. شوف ما شاء الله عليهم الحارس، يعني في حاجه في غلط في شيء يتصلوا على الحارس. شوف الشغل المرتب، ايش شغل المرتب والله، والله مره العالم بتشتغل تبغى الاجر. اي والله مشتري الجنه ما شاء الله في هذا العمل. اي والله اي والله كتب الله اجره. والمنطقه هنا منطقه زراعيه ما شاء الله، هنا منطقه زراعيه صلاه على النبي. شوف مياه بئر سبيل محلا ومع حلو يا اي والله. الناس 24 ساعه. اي ما شاء الله ما يتقفل 24 ساعه. لا ما يتقفل، ما يتقفل فجر صباح عصر اي وقت تيجي تحصل. يا سلام. الغريب الساعه 3 الفجر تيجي تحصل زعفران. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الناس عندها لها اقبال عجيب في هذا المكان هذا. الله يجزيهم خير. اي والله الله يجزيهم خير. شوف ما شاء الله يجوا من اماكن بعيده. تبارك الله. من مكان قريب ولا بعيد عم نجيب؟ والله من بعيد. من فين ما شاء الله؟ حتى النصر. اوبا والله حتى انا من حي النصر. جديد. ايه ايه ما شاء الله. كيف حالك عمنا؟ من فين ما شاء الله؟ والله حي النصر. لا حي ما شاء الله هنا كلنا في الابار. طبعا هنا الازهري والعيون والنصر من هذه الجهه. اجعلها بالعافيه ان شاء الله. طيب حبيبي انا ما شاء الله او شيء كل عام انت بخير. ما شاء الله انت من المنطقه ولا من فين؟ والله من طريق شارع السلام. أنا. شارع السلام. هذا من منطقه بعيده. نحن من حي النصر لكن الراجل ما شاء الله باستمرار تيجي ولا احد دلك كيف؟ انا بجي، انا دلنا اخويا انه بيجي ياخذ هنا وكذا. اخوك دلك على هذا المكان؟ اخوي دل على المكان. قال لك ما بير وجيت معه واحد مره، والمره جيت معه شفت المويه ما شاء الله انا ما يحتاج. ايوه. فبجد الحين ياخذ اسرتي من هنا على طول. ما شاء الله تبارك الله الله يجعلها. اي احد لقيته بوصيه لانه ما شاء الله يعني فلاتر يعني على مستوى مفلتر. هي مفلتره وجاهزه. ما يحتاج. اي والله. وبعدين الايام ما شاء الله يعني نفس نظام المحطات يعني. هي إيه محطة يعني ما شاء الله. تعدي في هذا في مويه بارده. على طول. إيه؟ وهذه مويه برضه عاديه لكن في ثلايات شغاله. الثلايات شغاله باستمرار. إيه فعلا فعلا. ينزل الغايمين على الف خير. اي أيوة والله اللهم امين اللهم امين. حبيبي حبيبي ما قصر. اي خدمه. يوفقكم ان شاء الله يا ربي. الله يسعدك الله يسعدك. يوسف ما شاء الله حق الصيانه هنا و... هذا صيانه على طول، هذا حارس وصيانه ونظافه وكل حاجه ماسك ما شاء الله تبارك الله. هذا قريب هذا مسدس هذا لي هذا ثاني شيء كله انا. ارفع يعني صوتك عشان نسمع. ايوه كله ايه. انا محمد نعيم. محمد نعيم أيوة. والله ونعم. هذا الصيانه موظف مخصص. ايوه موظف مخصوص عشان الصيانه. لسه انت ما شفت حقون البلاط وحقون المعلمين وحقون ده. يا ابوي عالم بتشتغل عالم تبغى الجنة. تبغى الجنة بهذا العمل. اليوم ان شاء الله هنا ركب بير يا ريت. هذا ركب. ايه. هذا. ايه. ايه. زير هذا يقول لك هذا حيركب الزير. ايوه. شوف ما شاء الله موظف كامل. هذه شغلة واقف صيانة. شوف ما شاء الله. واليوم يقول راح نجيب الزير هنا. ان شاء الله. الناس كثير 24 ساعة والله ما نعرف الناس. اي والله. اي والله. لكن عملهم ما شاء الله تبارك الله يجزيهم بالخير. شوف السيارات المواقف ما تطلع. والله عشان نحب نسال الحلقة ما شاء الله تبارك دفع الله. دفعة تروح دفعة. انا لو ابغى اشتغل في التجارة هنا إيوه؟ اروح اجيب جوالين ابيعها. والله العظيم. دليتهم دحين تلاقي الناس واقفين والله انه خير وبركة. ما شاء الله تبارك الله. الناس تسترزق على حسهم. والله من جد. اي والله الله يكتب لهم الاجر. يا رب يا رب. محمد نعيم من محمد نعيم شكرا يا ابوي. يعطيك الف عافية ما قصرت ما شاء الله. طبعا اللي بيعرف الموقع قبل سوق النور مول
يجيبك آخر الشارع، يجيبك من هنا وهذا السبيل. شايفين سوق النور مول، تدخل من قبله يمين آخر شيء حي النسيم، وهذا السبيل. هذا والله غالي، وشركات صيانة جايبين، شركة دولية 12 ليل اللي موجود ما شاء الله. كتب والله جولتنا بين مزارع المدينة، ونشوف هذا البيت الجميل. كم عمره أبو يوسف؟ هذا عمره تقريبا ما شاء الله على حسب اللوحة اللي مكتوبة، أيوة 99 سنة عمره. 99 سنة، إيه، عام 1343 انبنى ما شاء الله تبارك الله. الله يرحم اللي بناه، أيوة، ويرحم اللي سكن فيه، ويرحم الأولاد أولادهم إن شاء الله. أيوة. شوف من الليفل، شوف المرزاب حق، شوف المرزاب اللي جذبني وقلت خلينا اصور لكم. هذا بجد على النخل، هذا يجوفوه، مجوف، اي مجوف، ما كان فيه لا حدادين ولا حاجه ولا دال، ما يسوى مرازيب. ايوه شوف جوفوه وحطوه مجوف بجد على النخل. شوف اللوحه موجوده، شوف ايوه البيت 143 موثق الموجود، كله موثق ما شاء الله تبارك، جميل والله. اي والله اشياء جدا جميله بصراحه، لازم تتصور. هنا جبل احد، ايوه كده وصلنا اخر المقطع، ولا تنسوا نشر المقطع، مو عشان المشاهدات، هذا النشر للفائده، الكل يحتاج هذا المكان في المدينه المنوره، وان شاء الله الخير عم الجميع باذن الله. لا تنسوا زر اللايك ونشر المقطع، النشر الكل يحتاجه، صح ابو يوسف؟ اكيد، ليش لا، اكيد لازم نشر المقطع، تنشروا المقطع، فايده للناس وفايده لاهل المدينه وفايده لزوار اهل المدينه وللراجل الطيب اللي مسوي السبيل. الله يجزي خير ويرفع قدره ويرفع اجره ان شاء الله باذن الله، ويتكسب منه ان شاء الله. أيوة الاجر ان شاء الله، وانت تسعوا فيها كمان ان شاء الله. الله يجزيهم خير. الى اللقاء.